ناجح يرفع ايده اهل فايت نوعيده ناجح يرفع ايده اهل فايت نوعيده ويقول ونقول دايما مدحين على طول دايما ونجاحنا يطول دايما دايما على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الطلاب، أهلا بكم في مراجعة الفقرة الخامسة إن شاء الرحمن الرحيم. من خلال المراجعة دي هنراجع مع بعض درس مهم جدا 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 وعول جدا لآخر أو لما لا نهاية، وهو درس هيفضل معاك طول عمرك في أولى ثانوي في ثانية ثانوي وثالثة ثانوي وحتى لما تخرج مع الجامعة. درس ده في غاية الأهمية، فأرجو أن ننصت إليه بأذان واعية. الدرس ده بيقول إيه اللي هو إيه؟ كشف في المعجم، درس في منتهى الخطورة هنحتاجه كلنا ويفضل معنا على طول. تعالوا بقى كده واحدة واحدة نراجع الكشف في المعجم وبعدين نبقى نخش في الفقرة اللي بعديها. قدامنا على الشاشة هيبان اهوت وقفات الكشف في، تذكر لسه الراجل بيتذكر اهوت معانا، وهنروح للكشف في المعجم. تعالوا حبايبي نشوف الأول كده سريعا المعجم يعني ايه يا حبايبي. زي ما انت عارف انا بجيبهولك رتب افكارك معايا، حتى لو انت عارف الكلام ده اسمعوه حبايبي هيرتب افكاركم بيثبت المعلومه اكتر. هو عباره عن كتاب رتبت فيها الفاظ اللغه العربيه بطريقه يسهل بها الحصول على الكلمه ومعرفه معانيها واصولها واشتقاقاتها المختلفه. يعني كتاب زي القاموس بالظبط، تمام، يعني زي طريقه الترتيب في المعجم زي القاموس اللي عندك. طريقه الترتيب بتعتمد على الحروف الهجائيه، منهم من رتب الكلمات حسب أول حرف وهي معظم المعاجم. فكلمة أكل تأتي قبل كلمة باع، ليه؟ طبعا عشان أكل بتبدأ الهمزة لكن باع بتبدأ بالباء. ومنهم من رتبها حسب آخر حرف، وده الرجل اللي مخه مقلوب اللي قلب مخنا بتاع القاموس الايه؟ بتاع القاموس المحيط. ده الطريقة، طريقة الكشف في المعجم. بقى تعالوا نشوف بقى الخطوات اللي هي بقى السؤال الحقيقي اللي فات ده كان مجرد تمهيد. اولا اول خطوه تعملها انك تجيب الفعل الماضي من اي كلمه يديها لك، اذا كان طبعا مش جامده. يعني كلمه اعتباري ايه الفعل الماضي منها؟ اعتبر. كلمه منافقون تجيبها ايه؟ نافقه. طب كلمه نافقه بتساوي نفقه، ماشي. كلمه استثمارات جايه من ايه؟ من استثمره. يبقى اول خطوه الماضي. بعد الخطوه زي ما انت عارف تجريد حروف الزياده. الخطوه الثانيه من وسائل معرفة الحروف الزيادة، أنا جبت الماضي بشيل الحروف الزيادة. طب إزاي أعرف الحروف الزيادة يا أستاذ؟ بصوا بلاش قصة سألتم منيها عشان بتغلطوا فيها، لا هنعمل الآتي. بص كده يقولك إيه، من وسائل معرفة الحروف الزيادة اللي هي الزائدة أن تزن الكلمة سماعي، توزنها بودنك كده عن طريق قلب الأم كده تحس إيه الطريقة الكلمة دي على وزن إيه. يعني نافقة على وزن إيه يا حبايبي؟ فاعلة. نحذف الألف لان اصلا نافقة، لان فعل الحروف الاصليه فعل، صح؟ يبقى الميزان اي حاجه تظهر من غير فعل، اي حاجه تظهر غير فاء وعين ولام نروح نحذفها منين؟ من الفعل. يعني نافقة فعل، تبقى الماده قدامي فعل، يبقى الالف زياده نروح نشيلها من ايه؟ من نافقة. وهكذا كلمه استثمر على وزن ايه؟ استفعل، يبقى نحذف الالف والسين والتاء تبقى ثمرة. وهكذا. حاجة تانية، إذا وجدت ألف وسط الفعل، ودي بقى انتبهوا جميعا، انتبهوا لأن دوت سؤال الامتحانات. لو وجدت ألف وسط الفعل، يعني الفعل أجوف، فاكر الثلاثي المجرد الأجوف، يعني أنت بعد ما جردت الكلمة لقيت فيها ألف في الوسط أو ألف في الآخر زي ما هنشوف، زي قال وباع ونام وصام ودار، هذه الألف لابد أن تأتي لنا بأصلها. بص قدامك اهوت، إذا وجدت ألف وسط الفعل أو آخره فلا بد من ردها لأصلها. طب بنعرف الأصل إزاي؟ يعرف الأصل عن طريق المضارع أو المصدر أو الجمع. أمثلة: استدار أصلها دار، لقيت ألف في الوسط أجيب المضارع يبقى يدور، إذن نبحث عنها في دورة. طب بص كمان إجراء، بص إجراء دي الفعل من إجراء أجرى، الزيادة الهمزة أصلها جرى، يبقى المضارع من جرى يجري. أيوة ما هو الألف في الوسط أو في الآخر، قلت لك ما هي جرى دي ألف على فكرة، يبقى يجري، اذا نبحث عنها في جرايا. فهمتها؟ كلمة استشارة انتبه اصلها شارة، المصدر منها شورى اللي هو المفعول المطلق يا حبايبي، المصدر ده مش قصة يعني، ها. واذا اصل الالف الواو في شارة، يبقى نبحث في شارة عن شورى. وباب، كلمة باب لو عايزين مش هنعرف من جيب منها لا مضارع ولا ماضي ولا اي حاجة خالص، هي كلمة كده مجردة، هات جمع باب ابواب، يبقى نبحث عنها في بوابة.
إذن يا حبايبي في ثلاث طرق لمعرفة أصل الألف. الطريقة الأولى أجيب المضارع، الطريقة الثانية أجيب المصدر، الطريقة الثالثة أجيب الجمع. نبدأ بالترتيب مين؟ المضارع. ما ينفعش المضارع نروح للمصدر. هو فعلا ما ينفعش، في حاجات ما ينفعش المضارع يا أستاذ؟ يعني كلمة زي كلمة نامة، نامة لو جبت المضارع يعني ما ظهرتش ألف ولا حاجة. إذن أصبح عليك لازم تجيب المصدر اللي هو المفعول المطلق، يعني نام نوما يبقى ظهرت واو هيت. طيب حبايبي تعالى بقى كمان بقولك احذر، انتبه. إياك 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 عند معرفة أصل الألف إياك أن تأتي بالمضارع مزيد. في ناس بتأثر، يعني مثلا في استشارة يوم خبطها لك يستشير وأم أنا خبطك الصفر المتين. ليه يا أستاذ؟ ما هو غلط. استشارة لازم تجردها الأول. شارة، طب ماشي. استنامة ما تقوليش يستنيم، غلط. تقول ايه؟ نامة. يبقى ما نجيبش المضارع من المزيد، لازم نجردها الأول ونجيب المضارع. ماشي. كمان إياك 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 بعد ما تجرد المضارع اوعى حسك عينك تجيبه، اوعى حسك عينك تجيبيه مضموم الياء. يعني اما اقول استشارة، شارة، يشير، خطأ. ما نجيبوش مضموم الياء، لأن المضارع المضموم الياء يعتبر مضارع مزيد لسه. ليه يا أستاذ؟ ما احنا اتفقنا على معلومة خدناها زمان، إن المضارع المزيد الياء ماضي بيبدأ بهمزة، يبقى في همزة زائدة في الماضي، يعني يمكن أم كان، يغري، أغرى، يعبر، عبرة. بص مزيد برضه هو بالتضعيف. يبقى إذن المضارع مضموم الياء يعتبر مضارع مزيد. إذن لنجيب المضارع وهو مزيد، ولا لما نجرد الكلمة ما نجيبش المضارع والحرف بتاعها مضموم الأول. طيب يا أستاذ، إذن فكلمة يستشير لمعرفة أصل ألفها نأتي بالمصدر بلا وجع قلب. المضارع مش نافع، ما هي شور ولا يشير، ما هي مش ماشي معاك، خلاص هات المصدر. طيب يا أستاذ ماشي. مثال آخر، استدانة. طبعا اخواننا البعض ده ممكن يقولك ايه؟ يستدين، ادي اول صفر. طيب دانا يا استاذ ماشي. يدين، ادي تاني صفر. ليه يا استاذ بس صفار صفار كده؟ انت خليت الدنيا تشتي صفار يا استاذ. ايوه انا مش انا اللي خليت الدنيا تشتي صفار، انتوا بقلة تركيزكم اللي بتخلوا الدنيا تشتي صفار. يبقى دانا لا مش يدين، هي اصلها ايه؟ يدين، جايه من الدين. شفت؟ اتاكد كده، قلب الكلمه كده يمين وشمال كده هتلاقي الياء معاك فيها، فخلي بالك. يبقى نشوف قدامنا اهيت، استدانه اصلها دانا، المضارع يدين، حاطط لك فتحه يا همام على المضارع، اذا هنا اصلها دينا. طيب تعالى المثال اللي بعديه برضو. الكلمه المشدده نفك التضعيف او نفك التجديد. في الثانوية عامة تلتة ثانوي قال له كيف تكشف عن كلمة الحقة؟ قدامك اهي الفعل الماضي من حقة، الأمور الحقة، نبقى حقة، يبقى حقا قا، يبقى القاف لازم نشددها نفكها فنقول باب الحق قاف قاف. طيب انتبه، انتبه لإيه يا أستاذ؟ انتبه للآتي. أحيانا تأتي الطاء زائدة في كلمات كنا تعرضنا ليها في المجرد والمزيد، فاكرها؟ منها اصطبر واضطرب واضطرم، فاصلها كلها اصطبر وإذ اضطرب، وبالتالي اصطبر في صبر، واضطرب في ضرب، وإذ اضطرم يعني اشتعل في ضرم، وهكذا. يبقى خلي بالك من حكايه الطاء دي. تعالى بقى كمان ليه، اذا كان بالكلمه حرف محذوف نرد اليها هذا الحرف المحذوف. يعني كلمه عظات يا حبايب مفردها عظه، لكن الفعل منها ايه؟ وعظة. تمام، يبقى عظات كانت ناقصه حرف، وزيها صفات مثلا، صفات اصلها وصفة. بعض الكلمات حذف منها حرف ويصعب عليك معرفته، هشير لك اليهم هما كلمتين مشهورين قوي لما احب حد يرخم عليك. كلمه يد اللي قدامك ديت اصلها يدايا كما في المعجم، وكلمه دم اصلها دمايا، يبقى يد ودم اصلها يدايا ودمايا. تعالوا نشوف صيغه الاجابه. بعد ما نظف الكلمة وجردها ونجرها كده أقول الآتي. بص كده، جميع المعاجم بنقول إيه؟ ما عدا القاموس المحيط، باب الحرف الأول، فصل الحرف الثاني، ثم الحرف الثالث، وإن كان بها حرف رابع نقول ثم الرابع. يعني زلزال مثلا، باب الزاي،
ثم اللام ثم الزاي ثم اللام، لو هي أربعة. طيب بعد كده لو هو القاموس المحيط بقى زي ما انت فاكر قاموس المحيط الرجل اللي قالب بقولك مخنا ده، ها باب الأخير فصل الأول مع مراعاة الأوسط. تاني كده باب الحرف الأخير فصل الحرف الأول بنسميها كده مع مراعاة الأوسط. يعني كلمة ضربة مثلا نقول إيه؟ باب الباء أيوة فصل الضاد مع مراعاة الراء. عارف طبعا إن شاء الله أنتوا عارفين الكلام ده بس برضو بأكد عليه. تعالوا بقى حبايبي هعرض عليكم الجدول اللي قدامكم ده، ده بعض الكلمات التي أخشى أن تكون لا تعرف أصلها. أخشى يعني رائدة، رودة، انهار، هورة، موقن جاء من اليقين يبقى يقنا، استعارة دي حفظ بقى حفظ، ها عورة، السياسة في سوسة، معلش هي مكتوبة متلخبطة كده لكن هي سوسة، متقين جاء من وقية، أيوة ابتكار، بكرة، وهكذا. قدامك الكلمات على الشاشة أنا قريت لك بعضها، فخلي بالك لأنها كلمات قد يشكل عليك أصلها، فياريت تحفظها. ولسه في جدول تاني أهوت اللي جاي بعديه، طبعا لو أنا كنت سبقت شوية ممكن ترجع تقدم تأخر توقف الصورة، أنت حر يا سيدي. هذه الكلمات أرجو تدوينها ومذكرتها لأنها مهمة للغاية. تعال بقى حبيبي للفقرة اللي بعدها وهي فقرة إجابات. توكلنا على الله. الفقرة الخامسة كان عندنا الإعراب، أول كلمة بيقول لي إن بناء الوطن عمل جيد وجهد بناء يتحقق حيث يكون الشباب. حيث هنا طبعا دايما دايما بتعرب، دي من الثوابت، اسم مبني على الضم في محل نصب ظرف إلا إذا سبقت بحرف جر، يعني قول من حيث يبقى في محل جر، لكن حيث نفسها لما تيجي لوحدها كده يبقى في ظرف مبني في محل جر، هي ظرف اصلا بس هو عليها مبني، طبعا مبني على ايه؟ على الضم، حتى نطقها حيث. طب بيقول هنا حيث يكون الشباب، خلي بالك حيث يوجد الشباب يعني حيث يحدث الشباب او يحصل الشباب يعني باي تعبير يعني، يبقى هنا كان تم، خلي بالك يبقى الشباب هنا ها فاعل ماله مرفوع وعلامه رفعه الايه؟ الضم. معلقا نرى الامل معلقا، نرى الامل معلقا. تعالوا بقى هي معربه قدامك مفعول به تاني منصوب بالفتحه. طب انا عايز اعلمك حاجه بس، ان في رأى بصريه تنصب مفعول واحد وفي رأى اعتقاديه تنصب مفعولين. ايه القصه دي يا استاذ؟ لا نحكي القصه من الاول بقى. في افعال في اللغه العربيه بتنصب مفعولين اللي انا بسميها افعال الشحاته. ايه افعال الشحاته ديت؟ هفهمك ليه بسميها افعال الشحاته. تعال نسمعهم كده. اعطى، منح، البس، كسى، منع، وهب، سأل. ايه ده؟ هذه الافعال اشهرها طبعا كلها اعطى، منع، وهب، سأل. فهمت اقصد ايه؟ عشان كده سميتها افعال الشحات. المهم اعطى ومنح والبس وكسى، هذه الافعال تنصب كام مفعول؟ مفعولين عشان ادره ومفتريه. في افعال تانية اسمها افعال الرجحان واليقين زي علم، ظن، وحسب، وزعم، وخال، وعلم، وراء. هم يا اولاد حوالي قول مثلا 20 فعل. ال 20 فعل دول زي كان واخواتها كده تحفظهم، اللي هو اعطى ومنح والبس وكسى وعلم وراى وظن وحسب وزعم وخال، مش كده؟ شويه افعال كده. المهم ان هم بينصبوا مفعولين، هم مش عليك كلهم بس انا يعني بديك فكره عنهم. هم بينصبوا كام مفعولين؟ وساعات تنصبوا مفعولين اصلهم المبتدا والخبر وليس اصلهم المبتدا والخبر، دي مش قصتنا دلوقتي. بس بشرط ان انا قلت لك من ضمنهم راى، خلينا في راى بقى. رأى الاعتقادية بيسموها كده، رأى الاعتقادية يعني مول ايه؟ أرى العلم صعبا، يعني أنا أعتقد أن فلان أن العلم ده صعب، أرى أن فلان مثلا خبيثا والعياذ بالله، أنا شايف أن فلان ده خبيث، أنا مش شايف، لا أنا بعتقد. لكن رأيت السفينة، أرى الرجل، دي اسمها يا حبيبي رأى الايه؟ البصرية. رأى البصرية غلبانة على قد حالها من الطبقة المتوسطة من الشعب، تنصب ايه؟ مفعول واحد بس. لكن رأى الاعتقادية اللي بمعنى أعتقد أو أظن اللي هي ها بتنصب إيه؟ مفعولين. طب نرجع لبتاعتنا، نرى الأمل صعب معلقا، حتى أنت عندك في المذكرة نرى الأمل معلقا، يعني نعتقد أن الأمل معلق، يبقى معلق مفعول به تاني لأن نعتقد. لكن يا حبيبي لو قلت رأيت السفينة آتية، انتبهوا بالله عليكم انتبهوا، لحس حتة دي حتة امتحانات. ما أقول رأيت السفينة آتية، هنا آتية حال، ليه؟ أصل رأى بصرية. يعني لو في منصوبين مع رأى البصرية الأول مفعول به والتاني حال، لو في منصوبين مع رأى الاعتقادية الاتنين مفعول به،
مش هتكلم تاني. عايز تسمعها تاني عيدها. شوف انا قصدتها بالله عليك، عايز تسمعها تاني عيدها. ماشي. يبقى معلقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مفعول به تاني طبعا. بقول لك الاستخراج، همزة قطع قدامنا بقى اهيت ان، لانها حرف، الف وصل، الوطن لان معرف بال وهي حرف شاذ، فعل من افعال المقربة كالنكاد، واسمه ضمير مستتر اللي هو نكاد نحن نلمسه، خبره الفعل او جملة الفعلية نلمسه. تعال بقى لي الاستخراج برضو احنا لسه فيها هوت، فعلا مجردا اللي هو يكون. اي يا حبيبي يكون عادي، ده فعل يعني، ده ابن البطة السوداء ساعات بتستحقروه كده، لا 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 مش معقول هو، ايوه يا عم هو يكون، او نكاد ما دي افعال اصلا، او يحاولون كل دي افعال طبعا. الواو والنون ما تتحسبش زي ما انت عارف، وياء المضارع ما تتحسبش. طب فعل مزيد، فعل مزيد عندك يتحقق، مزيد بايه ده يا شباب؟ ايوه بالتاء والتضعيف، لان اصل الفعل تحقق فالتاء والتضعيف. لسه في الاستخراج كان عايز اسم فاعل مدركين او المتعددة. ما تنساش انك تطنش تاء التأنيس، ما تحسبش تاء التأنيس، متعدد. تمام. اسم مفعول كان معلق، وصيغة مبالغة كان جليل. اوعى يقول لك هات الفعل من اسم المفعول وتنسى تبني المجهول. خلي جدع، ده انا افتكرت حتة دلوقتي حتة امتحانات برضو. ما احنا لازم ننكش بعد كده. بقول لك لو قلت لك هات الفعل من معلقة تقول لي علقة، طب هات الفعل من مقول قيل، وهكذا. فانتبهوا بالله عليكم. لسه مع الاستخراج، كان عايز اسم آلة، اسم الآلة مصابيح، مشتق طبعا لان مفرده مصباح، ومصباح على وزن مفعال، ومفعال من المشتقات. اسم جامد جهد، ونوعه اسم معنى. مصدر ثلاثي بناء، وجهد برضو كانت تنفع. مصدر خماسي تخطيهم، على وزن تفعل، تخطي يبقى تخطى، تخطي، تمنى، تمني، وهكذا يبقى تخطيهم على وزن تفعل. ميادين نبحث عنها حبايبي في ميادا باب الميم طبعا، وسبالك مفتوحة ما قالش المحيط، ميم ياء دال زي ما قدامك، يبقى تقولها له بالطريقة العادية اللي احنا عارفينها. تعالوا بقى حبايبي للفقرة اللي يا رب تكونوا لسه بتحبوها، وهي فقرة ايه؟ ها علمني الاعراب. يا ترى هنعرب ايه بقى المرة دي؟ زي ما عودتكم طبعا انت عارفين احنا بنعرب حديث، مش كده؟ بناخد حديث شريف ونعربه، ويا رب تكون انت بتدون معايا الثوابت اللي بتطلع بيها. يعني من ضمن الاعراب اللي طلعنا بيها ان كل الحروف لا محل لها من الاعراب، واي فعل ماضي مبني، واي فعل امر مبني، واي ضمير يتصل بالاسم في محل جر مضاف اليه. صح؟ مش طلعنا بالحاجات ديت؟ وطلعنا والله بان دايما اذا بتعرب ظرف، وطلعنا والله كمان لو تفتكر ها بان لما يجي اداه شرط في الاول بتبقى مبتدا وجمله الشرط كلها الخبر بتاعها. فاكر الحته دي؟ تعال بقى نشوف الحديث الشريف الجميل اللي هنعربه المره دي ايه يا شباب. تعالوا نشوف كده مع بعض حديث جميل. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا ريت يا ريت يا ريت يا جماعه نتقي الله في اي مكان، واي سيئه نعملها ما تقعدش تقول وتعيد، اعمل حسن على طول، شيلها على طول. خالق الناس بخلق حسن، يا ريت نبطل شتيمه ونبطل غيبه ونبطل نميمه. تعالوا للاعراب. قال فعل ماضي مبني على الفتحه، صلى الفعل مستتر تقديره هو يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى فعل ماضي مبني على الفتحه. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، عليه جر ومجرور، وسلم الواو حرف عطف، وسلم فعل ماضي والفاعل مستتر. اتقي، انتبهوا بقى، فعل أمر مبني على حذف العلة. اتقي كان أصلها إيه يا حبيبي؟ اتقي، شلت الياء لأن انت عارف لو جه حروف العلة، لو جه فعل الأمر حروف العلة تطير على طول. اجري نكتبها ازاي؟ ألف جيم راء. لما اقول للواحد مثلا ايه انمو انمو تبقى الف نون ميم، فهمتها؟ يبقى ديت اتقي، يبقى اتقي فعل امر مبني على حذف العله ومهم. نكمل. الفعل مستتر تقديره انت طبعا. الله لفظ الجلاله في مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه. حيثما دي اداه شرط جازمه للمكان، اعربها كده يا اولاد، اداه شرط جازمه للمكان، وطبعا ظرف، هي اسم مبني في محل ها نصب ظرف. كنت، اتق الله حيثما كنت. كنت هنا تامه يعني حيثما وجدت، مش كده؟ لا
يبقى كان فعل ماضي والتاء فاعل. خلي بالك كان فعل ماضي والتاء فاعل وجواب الشرط ها محذوف. يعني ديت مش عليك قوي بس احنا بنعرف اللي قدامنا في حسب منهجنا. طب نكمل. واتبع السيئه الحسنه تمحوها الله على الجمله دي. تعالوا بقى نشوف كده عشان هنجيب اجوان للصبح في الجمله دي بقى. هنجيب اجوان وجوان في المقصات كمان يعني. واتبع الواو حرف لا محل له من الاعراب. اتبع فعل امر مبني على السكون لان اتبع من تبع مش معتل ده مبني على السكون عادي. طب السيئه ماشي الفعل مستتر تقديره انت والسيئه مفعول به. طب الحسنه ها يا رب تكون كده مركز معايا مفعول به تاني. ليه يا استاذ؟ اصل اتبع طلع من افعال الشحاته اي قصدي من الافعال اللي تنصب مفعولين يبقى اتبع نصبت مفعولين هنا. يبقى السيئه مفعول به اول والحسنه مفعول به تاني. نيجي اللي جامده بقى الجون التاني بقى. الجون التاني فين بقى؟ تمحوها. تمحوها فعل مضارع مجزوم بحذف العله. امال ايه الضمه اللي عليه ديت؟ ده تعويض عن الواو المحذوفه اصلها تمحوها. طب مجزوم ليه يا استاذ؟ احنا كنا بنعرف انه يسبقه لم ولما ولم الامر ولا النهايه. ايه اللي جزمه هنا يا استاذ؟ ما هو وقع نتيجه الامر. سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه يا كل اللي بتسمعوني في النحو اذا وقع المضارع نتيجه للامر جزم. وهنا بقى ده بيجزم من غير اداه. يعني ذاكر تنجح. ذاكر تنجح. تنجح دي مضارع مجزوم لان وقع جواب للامر. يبقى اذا جواب الامر يجزم. تاني اقولها اذا وقع المضارع نتيجه للامر جزم. يبقى تمحوها فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله والهاء في محل نصب مفعول به والفاعل مستتر تقديره هي يعود على الحسنه. خالق طبعا ده مش اسم فاعل اخواننا البعض ده اللي بيطلعه بقلب الام اللي بيطلعه بطريقه برايل. خالق على وزن فاعل يبقى اسم فاعل. لا حبايبي دي فعل امر الله ينور عليكم. ايوه الناس اللي فايقه بتقول اهي ده الواو حرف وخالق ده فعل امر فخلي بالك وانت بتطلع اسم الفاعل. احنا كمدرسين لنا حركات كده ممكن نضحك عليك خلي بالك. يبقى خالق فعل امر مبني على السكون والفعل طبعا مستتر تقديره انت والناس مفعول به. بخلق جر ومجرور وحسن نعت مجرور وعلامه جره الكسره. حبايبي ده كان الحديث. هنطلع منه تعالوا كده بقى بشويه معلومات. ها فعل الامر دائما مبني على ما يجزم به مضارعه. الفعل المضارع يبنى في حالتين فقط يا حبايبي. فعل المضارع يبنى اذا اتصل بنون النسوه او نون التوكيد بس. بعد كده مرفوع منصوب مجزوم. يعني قلت يخرجن مبني على السكون. والله لا يخرجن دي نون التوكيد اسمها. والله لا يخرجن اللي هي نون التوكيد اللي بتيجي لتوكيد الفعل المضارع. يبقى كده في الحاله ديت مبني على الايه؟ مبني على الفتح. يبقى ده حالات بناء المضارع. تعالوا بقى للفقره اللي يا رب تكونوا مستنيينها. فقره ايه يا حبايبي؟ ها تنافس. تعالوا كده نتنافس مع بعض. شوفوا كده بس بص كده مركز في الصوره اكيد انت شفتها يعني. شايف الواد الاسود ده بص عامل ازاي؟ يا ربي يا رب تكون كده بتتنافس معاه بجد. شايف هيموت نفسه يعني رجله مش عارف عاملها ازاي ده. يا رب تكون انت كده بتعمل كده في العلم بقى كمان يعني. طيب تعالوا حبايبي نشوف السؤال ايه. بقول لي اين تكشف عن الكلمات الاتيه في المعجم؟ او قدامنا الكلمات قدامنا اصطفاه فضاء شيطان. اعرب ما تحته خط فيما يلي: الجزيره العربيه كلها مسلم، الجزيره العربيه كلها اسلمت. حبايبي الطلاب دي كانت فقرتنا النهاردة عن الفقرة الخامسة وبدأت الموضوع يخف والله مش يزيد وبدأ يا رب تكونوا بتستفيدوا رب تكونوا بتدونوا. فاصل حبايبي الطلاب وبعد دقائق قليلة نعود لنستكمل معركتنا مع مراجعة النحو. فاصل حبايبي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله.